يعني فتحت القاعدة الطرقات للميليشيات الانقلابية الحوثية، وأيضا هناك تكامل وتعاون في منها. الدليل واضح جدا اليوم التخادم الحوثي الأخواني بتسليم 3 ميداليات يعني في بيحان بدون طلقة رصاص واحدة. هناك تنسيق وتخادم بين التنظيمين كتنظيمين، تنظيم ميليشاوي كامل. بالنسبة لتنظيم القاعدة وداعش والحوثي هم كلهم وجهان على واحد. على الرغم من التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية والمشاورات التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض، والتي أظهرت رغبة الشعب اليمني ومختلف الفصائل في توحيد الصف ووقف القتال وإنهاء الحرب وإحلال السلام والأمن، تظل ميليشيات الحوثي شوكة في الظهر. وبينما يحرز اليمنيون تقدما نحو السلام، يجب أن يتأكدوا في الوقت ذاته من عدم تعرضهم لطعنة في الظهر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي بات يلعب دور الطابور الخامس لخدمة الحوثيين. يوما بعد آخر تتكشف تفاصيل العلاقة بين ميليشيا الحوثي وعناصر تنظيم القاعدة في اليمن، للدرجة التي جعلت القاعدة تلعب دور الطابور الخامس للميليشيات المدعومة من إيران. فمن إصدار بطاقات هوية مزورة وإطلاق سراح مطلوبين إلى قتال مشترك في شبوة، تتنوع أوجه التعاون المستمر بين القاعدة والحوثي باليمن. في شهر مارس من عام 2021 أرسلت الحكومة اليمنية تقريراً عبر بعثتها في الأمم المتحدة، وأراد هذا التقرير إثبات العلاقة بين ميليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية مثل داعش وقاعدة اليمن والتعاون الوثيق بينهما. وأوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي أفرجت عن 252 سجيناً من عناصر القاعدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عمليات الحوثيين على القاعدة في اليمن هي مجرد عمليات صورية. كما لفت التقرير إلى أن تلك العلاقات الحوثية بالمنظمات الإرهابية وصلت إلى حد التنسيق المشترك وتبادل الأدوار المهددة لأمن واستقرار ووحدة اليمن. ورصد التقرير هوية قرابة 33 قيادياً وعنصراً في التنظيمات الإرهابية فرت إلى مناطق الميليشيات، وذلك للحصول على الملاذ الآمن والاستفادة من التنسيق بين الجانبين للقيام بعمليات إرهابية تستهدف استقرار المناطق المحررة. ومن علامات التعاون المشترك بين ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة في اليمن أيضاً ما حدث في شهر يناير الماضي، عندما أفرجت ميليشيا الحوثي عن 80 عنصراً من تنظيم القاعدة من سجن عطان بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن تعهدوا بالقتال معها في معارك شبوة. واعتمدت العلاقة بين القاعدة والحوثي على المنفعة المتبادلة القائمة على عمليات التجارة في السلاح وتوفير ملاذات آمنة لقادة التنظيم وتهريبهم عبر الحدود اليمنية. وتمثلت العلاقة بين القاعدة والحوثي أيضاً في الاتفاق على صفقات غامضة لتبادل الأسرى بينهما، وأسفرت تلك الصفقات في النهاية عن إطلاق السراح نحو 400 مقاتل من التنظيم. وفي المقابل استفادت جماعة الحوثي من نهج تنظيم القاعدة وممارساته في الترويج لروايتها الخاصة حول دورها في مكافحة الإرهاب. ففي خضم معارك شبوة ومأرب والتي تلقت فيها الجماعة خسائر موجعة، بث التنظيم إصداراً مرئياً للتحريض على قتال التحالف العربي لدعم الشرعية والقبائل اليمنية الموالية له، فيما بدا وكأنه خدمة لمصالح الحوثيين وتخفيف للضغط على الجماعة. ولم يعد يخفى على أي متابع أن القاعدة باتت تلعب دور الطابور الخامس بالنسبة لميليشيات الحوثي في اليمن، فهي لا تبالي سوى بمصالحها فقط وبوضع فكرة الجهاد العالمية التي يتبناها سيف العدل فوق كل اعتبار، دون النظر لمصالح الشعب اليمني الذي يعاني وضعاً إنسانياً كارثياً.